انا اتعاملت معاه وقابلته في اول 2013 تقريبا، اول ما هو تولى هنا اسقف المحله وتوابعها. حتى انا كنت ساعتها مش مديره علاقات عامه ولا حاجه، انا كنت حد نكره تقريبا كده يعني. هو تلاحظ ان انا وانا قاعده يعني ما بتعاملش مع حد، لقيته نادالي بمحبه كده وجمال، خدي يا بنتي ما اقولك انت ما بتشربيش حاجه ليه. فانا قلت له انا بصراحه ما بشربش حاجه يعني. قال لي طب اعمل لي، اقول لهم على فنجان قهوه حلوه يعملوا لك. قلت له طب ماشي هشرب. فعلا طلب لي القهوه، ومن ساعتها وخلاص من 2013 لحد دلوقتي ما فيش مناسبه غير ما بتعامل معاه. مناسباتنا مناسباتكو كلها واحد، بيعيد عليا وبعيد عليه. غير كده لما اكون حد يكون محتاج حاجه كنت بكلمه، كان بيساعده، ما كانش بيسال ده مسلم ولا مسيحي. كنت اقوله فلان بس عنده مشكله يقول لي بعتيهولي، فكان بيتعامل. هو بصراحه حد جميل، لو مش هنلاقي كلام نوصفه بيه. هو كان حاجه حلوه قوي، هو كان فيه شموخ وفيه تواضع، فيه حب وفيه احترام، كان فيه كل حاجه طيبه فعلا. هو كان اخلاق، كان جميل بكل الصفات اللي في الدنيا. انا بتهيألي مش هعرف الاقي كلام اقوله، رغم ان انا يعني بعرف شويه يعني اتكلم كويس عن صفات الناس، بس هو اللي محبته الشديده اللي عندي او اعتزازي بيه او معزته اللي في قلبي مخلياني مش لاقيه كلام يستحق. يمكن في بدايه لقاء حضرتك استاذ اشجان قلتي لي كلمه كان قبليكي على طول، ابونا يوسطس بيحكي لي عن النيافه الانبا بشوي. حضرتك عارفه الانبا بشوي؟ عارفاه. ايوه عارفاه، عارفه الانبا بشوي. لا انا بعرفه بس من خلال ان انا ايه ما بكون جايه بقابله في الحوش بره على البوابه كده كلام من ده، لكن ما تعاملتش معاه وقعدت معاه زي الانبا كراس. كان بقى ابونا بيقول لي حاجه ان الانبا بشوي اول ما سمع صوت الانبا كراس قال عليه كلمه حضرتك قلتها لي قبل ما نصور، هو حد حلو. طبعا اكيد حقيقي هو حد حلو، لان بالذات انا عايزه اقول لحضرتك حاجه واكيد كل الناس عارفاها، ان اللي بيطلع من القلب بيوصل للقلب. وهو كان حد مش متصنع لاي حاجه، هو كان تلقائي، كان بيتكلم محبته كانت طالعه من قلبه، ما كانش متصنع لشيء. فدايما اللي من القلب بيوصل للقلب. شخصيه زي الانبا كراس اثرت ازاي في اشجان؟ هو كان حد ايجابي، كان حد يعني لو انت عندك حاجه، كان حد من كتر ايجابيته بيدعمك في ثقتك في نفسك. مش عارف اقولك اكتر من كده، بيدعمك في ثقتك في نفسك. شوف انت بقى لما تكون مهزوز او عندك ثقه في نفسك هتدي امتى. فهو كان حد ايجابي، ايجابي لو انت قعدت جنبه كده حتى وانت مهموم او في حاجه مضايقاك. طبعا الدنيا ما بتخلاش، مشاكل بيت، مشاكل شغل، مشاكل، انت لو بس قعدت جنبه كده كان بينبعث منه طاقه ايجابيه. ايجابيه وفيها محبه وفيها ثقه. هو كان عنده ثقه في الله، فكان الثقه بتوصلني. لما عرفتي خبر يعني انتقال الانبا كراس حزنت جدا جدا، لدرجه ان انا جدتي متوفيه بقى لها 15 يوم. انا بتهيألي انا ما عيطتش عليها زي بحرقه زي ما عيطت عليه بصراحه. طبعا كنت بعزه بصراحه. يعني انا اسمع كتير قوي، يعني سامحيني لو فتحنا عليك يعني وايد، يعني هنا بيشكروا حضرتك جدا جدا في وجودك ووقوفك جنب. اسال كده ابونا يوسف، انا اول ما عرفت خبر ان هو تعبان في المستشفى، رغم ان انا عارفه طبعا ان هم اكيد في احسن مستشفى واحسن مكان وكده، انا كان عندي دكتور يعني قلت له انا ممكن ابعت له الدكتور بتاعي يعني الدكتور واثقه فيه. قال لي حبيبتي هو احنا مش مقصرين، هو في مستشفى كبيره، مستشفى الدولي السعودي تقريبا، لان كنت متابعه وبتصل كل يوم اسال عليه وكده. وكان نفسي ما كنتش عارفه بقى اتصل بيه ولا اكلمه هو، فكان كل اتصالي في الفتره الاخيره كان عن طريق الام ابونا يوسف. ربنا يعز قلبك. الله يخليك. بشكرك جدا 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 بالنيابه على كل الناس اللي موجوده. انا كان نفسي يبقى هو موجود وسطنا بصراحه. يعني احنا يعني انا اؤمن جدا اللي انت قلتيه دلوقتي، انت قلتي حاجه يعني صراحه مهمه جدا. هو باللي انت قلتيه ده فهو اكيد هو عايش يعني. هو حد حلو قوي بصراحه، مش عارفه اقول ايه، مش عارفه بصراحه، بس هو كان حد، انا مش بقول كلام انا بقول احساس، صدقني يعني كنت بعزه قوي بصراحه. الله يخليك. طيب يمكن كتير جدا مننا يعني كلمة محبة هي كلمة واسعة قوي قوي قوي، ومش كلمة تقتصر على شخص أو ناس حواليا بس. اللي قالته دلوقتي أستاذة أشجان دليل مادي وقاطع أن هذا الشخص، هي قالت كده، عنده ثقة كبيرة قوي في ربنا، فده بيتنقل من خلاله للآخرين.
فسيدنا هو موصل، موصل جيد جدا للطاقة الإيجابية، موصل جيد جدا للحب، موصل جيد جدا اللي هو ما يخليش حد قاعد كده لوحده وحزين مثلا أو قال لها مالك. فسيدنا هنا هو كان عبارة عن بينقل صورة ربنا للناس في العالم كله. فشكرا جدا يا أبو كراس على تعبك ومحبتك ومجهودك لكل الناس اللي حواليك ولكل المجتمع اللي انت عايش وسطيه. هنبقى لسه موجودين معاكم من المحلة بننقل سيرة هذا الأسقف العظيم المحبوب المتواضع اللي فجر الفترة اللي فاتت من خلال 3 أيام على السوشيال ميديا كلمة التواضع بشكل غير عادي، وكأنها صوت صارخ في البرية بيقول لنا خدوا بالكم التواضع، لأن الكتاب المقدس بيقول كده تعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب.